طب التضخم في اللعيبة الكويسة ده يخليك انت كإنبي تفكر في ايه الموسم اللي جاي، مركزك ايه الموسم اللي جاي؟ احنا بنتكلم على إنبي في فترة من الأوقات كان من الأربعة الكبار، يعني كان موجود دايما. احنا ان شاء الله ان شاء الله الموسم ده التارجت بتاعنا ان احنا ممكن ما نبعدش عن المركز الخامس بالكتير. بالكتير ان شاء الله المركز الخامس ان شاء الله. يعني الموسم اللي بعده احنا هيبقى فيه تصور تاني ان شاء الله. يعني ان شاء الله لو تنافس ولا ايه؟ لا انافس، بص انافس ابقى اضحك عليك. لا يعني المنافسه دي محتاجه لسه وقت طويل شويه. طب منافسه على الكاس ده اكيد. انت وصلت قبل كده؟ انا اخدت الكاس مرتين. يعني انا يعني ده طبيعي لان الكاس الماتشات بتاعته بيبقى ليها حسابات مختلفه. اكيد يعني الناس كلها عارفه. انما الدوري ده بيحتاج عشان تاخد بطوله الدوري، انا شايف ان ده بالنسبه للانبي هيبقى يعني صعب جدا. فيتوريا المدير الفني المنتخب الاول حاليا، وقابله كارلوس كيروش من المدربين اللي بياخدوا لعيبه من كل انديه الدوري، مش من المدربين اللي هو ياخد اهلي وزمالك بس. توقع انبي هيدي منتخب مصر الاول كام لاعب الموسم اللي جاي؟ منتخب مصر الاول اعتقد ثلاث لاعبين بدون اسامي طبعا. ثلاث لاعبين. طب مراكزهم ايه؟ ممكن يبقى باك ليفت، ممكن يبقى هاف ليفت او هاف رايت. محمود جاد رحيله عن نادي انبي خساره كبيره بكل تاكيد، هل في تعويض لمحمود جاد ولا الأمور؟ اعتقد ان احنا عندنا اوريدي البلعوطي ده حارس مميز. عندنا عبد الرحمن سمير بودي ده برده حارس مميز وموجود. وعندنا جبنا رمضان مصطفى من المقصه، زائد ان احنا عندنا اتنين كمان في منتخب شباب اللي هو حارس قباقه ومندي. فاحنا عندنا تملي حراس المرمى في انبي الحمد لله طول الوقت يعني طول الوقت احنا عندنا مميزين في الحته دي. يعني انا عايز اقول لك ان في سنه من السنين كان مهدي سليمان، عامر ابو جبل، علي لطفي، الاربعه دول كانوا فرقه واحده في انبي، فكل دول انبي يعني. فاحنا طول الوقت عندنا تميز في حراسه المرمى يعني.